المخاطر التانية مثلا مخاطر الصيد. مخاطر الصيد في مصر في الحقيقة في مشكلة كبيرة تتعرض ليها الطيور في مصر، خاصة على ساحل البحر المتوسط، إن في شبك وفي أنواع صيد مختلفة باللزق وبالمخيط وبحاجات كتير جدا في الحقيقة، وبتصطاد بيتم صيد الطيور بملايين الأعداد. وفي الحقيقة في تقارير دولية انتشرت وعلى مواقع التواصل إن مصر يعني تعتبر من أكثر الدول في البحر المتوسط، في دول البحر المتوسط، إنها بتصيد الطيور وبتعرضها للفقدان كمان إذا يعني. إحنا بنتكلم على الطيور المهاجرة ولا الطيور بصفة عامة؟ انا بتكلم على الطيور المهاجره دلوقتي، اللي هو عمليات الصيد اللي بتتم على صحر البحر المتوسط بالشباك وصيد السمان والطيور المهاجره العصافير وخلافه. في الحقيقه في عده مشاريع جت لمصر من خلال الجمعيه المصريه لحمايه الطبيعه، والجمعيه المصريه دي شريك المجلس العالمي لحمايه الطيور، اللي هو مشارك في مشروع طيور الحوامه. يعني طيور الحوامه اصلا هي منحه مقدمه من مرفق البيئه العالميه مع البرنامج الانمائي للامم المتحده مع المجلس العالمي لحمايه الطيور باداره جهاز شؤون البيئه. المجلس العالمي لحماية الطيور بيقدم منح لشريكه في مصر اللي هو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة على موضوع الصيد ده، واتعملت دراسات اقتصادية واجتماعية. كان مهم جدا نعرف الناس بتصطاد ليه الطيور، يعني هل هي أسباب اقتصادية، يعني هل الناس بتصطاد عشان تسترزق مثلا وتفتح وتاكل عيش، أو إن هي عشان تاكل من الطيور دي، أو إن هي أغراض تجارية أو أغراض ترفيهية. فاتعملت دراسات اقتصادية واجتماعية مهمة جدا، وتنفذ حملات توعية كبيرة جدا في المنطقة دي. وطبعا القانون اللي بيصدر في قرار بيصدر من معالي وزيره البيئه كل سنه بيحدد انواع اللي بيتم صيدها والتعليمات اللي المفروض نتبعها او يتبعها الصيادين. في الحقيقه في مخالفات كتيره جدا ومعظمها خارج المحميات الطبيعيه، انما يعني في جهود وطنيه كبيره قطاع حمايه الطبيعه بالتعاون مع الجمعيه المصريه والمشروع وجهات وطنيه اخرى بتحاول بقدر كبير اولا ترفع الوعي عند الناس. الطيور دي فيها طيور مهدده بخطر الانقراض، مصر ماضيه عليها اتفاقيات دوليه، احنا بنسمح بصيد الطيور، احنا عايزين ننظم صيد الطيور مش عايزين نمنعه، يعني في الحقيقه طبعا. الهدف ان احنا ننظمه. موضوع التسمم، التسمم ده مرصود في دول افريقيه كثيره جدا، يمكن عشان الحيوانات الكبيره اللي بتنفق زي الفيله ووحيد القرن والغزلان والزرافات كمان احيانا والابقار، في بيحصل معالجات بمواد معينه بتعمل تسمم ثانوي للطيور. ده مش موجود في مصر بطريقه كبيره، انما يعني مرصود بطريقه قليله جدا، لكن في افريقيا منتشر وبيتم قتل مئات النسور مثلا في افريقيا جراء هذا التسمم. القطاع الرابع المهم جدا حضرتك استاذ اسامه، ممكن نتابع حضرتك، تستنى بس معانا ونتابع مع حضرتك القطاع الرابع بعد ما نتابع العرض التالي ببعض المعلومات عن طيور الهجره او المهاجره وجهود مصر لحمايتها. دكتور أسامة، راجعين مع حضرتك مدير مشروع الطيور الحوامة، راجعين مع حضرتك طبعا علشان نقدر ان احنا نعرف الجهود اللي بتعملها مصر علشان حماية هذه الطيور علشان تعدي في موسم الهجرة بأمان وسلام، وفي نفس الوقت برضو في الطريق اللي هي راجعة زي ما حضرتك ذكرت في فبراير. الجهود دي على مدار السنة بتتعمل، لكن حضرتك كنت بتتكلم على التسمم، مكافحة التسمم علشان الحفاظ على هذه الطيور بيتم ازاي؟ تمام. يمكن موضوع التسمم ده ان احنا في بعض المواد اللي بيتم استخدامها في معالجة الحيوانات اسمها ديكلوفيناكات الصوديوم،
دي المفروض محظوره وممنوعه دوليا، ومصر المفروض ان هي بتحظرها. وانا قلت طبعا. التسمم في مصر مش مشكله كبيره جدا، يعني هي مشكله مرصوده انما مش مشكله كبيره في مصر. المشكله الكبيره كانت المخلفات، ودي برضو بتسبب التسمم، يعني المخلفات الصلبه والسائله. يمكن في خبر امبارح نزل على الصفحه الرسميه لمحافظه جنوب سيناء بزياره معالي الوزير اللي هو خالد فوده لبحيرات الاكسده في شرم الشيخ، ده نزل امبارح على الموقع الرسمي لمحافظه جنوب سيناء. المنطقه دي كانت بتموت مئات الطيور كل سنه، يعني هي منطقه صرف تجميع مئات الصرف الصحي في شرم الشيخ، وده بيقع في مسار الهجره الرئيسيه. وشرم الشيخ مدينه سياحيه عالميه، ومنطقه يعني بتستعد انها تبقى مدينه خضراء، وفيها جهود عظيمه جدا لحمايه البيئه، وفيها 5 محميات طبيعيه. انما في الحقيقه على الرغم من كميات الطيور الهائله اللي بتزور محافظه جنوب سيناء، كان نقطه التجمع عند بحيرات الاكسده بتسبب نفوق مئات الطيور كل سنه. تمام. المشروع بتعاون مع وزاره البيئه والشركه القابضه للمياه الشرب والصرف الصحي، عملوا نموذج في البحيرات الصرف دي انه يعملوها منطقه صديقه للطيور. يعني ايه منطقه صديقه للطيور؟ يعني بدل ما تموت الطيور تبقى منطقه جاذبه للطيور، ونستخدمها في الترويج السياحي، يعني نستخدمها في السياحه البيئيه وسياحه مشاهده الطيور. والحمد لله نجحنا خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا دول ان احنا نغير طبيعه الميه، ونحط مواد بيولوجيه لمعالجه الميه دي. تمام. والطيور تبقى موجوده، يعني ده من خلال تنقيه المياه، تنقيه المياه وتحسين جودتها، وبالتالي الطيور ما تموتش لما تشربها. مظبوط كده؟ بالظبط. طيب مزبوط. حضرتك برضو ذكرت السماد، انا معلش اعذرني بس عشان الوقت مش عايزين نغطي كذا نقطه مع حضرتك، فلو حضرتك برضو ذكرت السماد والكهرباء سريعا جدا، ازاي السماد، ايه الجهود اللي اتعملت علشان نقدر ان هو ما ياثرش بشكل سلبي على هجره الطيور، وكمان الكهرباء حضرتك ذكرت ان هو في تعاون مع وزاره الكهرباء، ازاي نضمن ان هو حمايه هذه الطيور، وان الحبال بتاعه الكهرباء اللي ممدوده ما تسببلهاش في اي اذى او ضرر. طبعا هبدا بقطاع الكهرباء، هو القطاع الرئيسي في موسم الهجره في مصر، لان هو يعني ممتد لعشرات الكيلومترات، وخطوط نقل الكهرباء والمحطات، يعني عندنا 5 محطات طواحين هواء دلوقتي، ومخطط يتعمل كمان يمكن العشرات من المحطات في نفس المنطقه. فاحنا برنامج الغاق عند الطلب ده البرنامج الرئيسي، وبرنامج حاجه اسمها الاداره الفعاله للتربينات الرياح في المشروعات القطاع الخاص. انا عايز انوه بس ان القطاع الخاص بدا يستثمر في مشروعات طاقه الرياح على اساس ان مصر حمت الطيور، يعني هو كان بيستثمر بمليارات الجنيهات في هذه المشروعات، وكان متخوف من موضوع الطيور. انما ثبات التجربه في المشروعات الحكوميه في جبل الزيت ان مصر بتحمي الطيور شجع القطاع الخاص ان هو يدخل. فعندنا الاداره الفعاله للتربينات الرياح للقطاع الخاص، والغلق عند الطلب للقطاع الحكومي. نعم. خطوط نقل الكهرباء احنا بنعمل حاجتين متوازيتين، الحاجه مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء. الحاجه الاولانيه بنعلم خطوط نقل الكهرباء في مسارات هجره الطيور، بنحط حاجات عواكس وكرات. نعم. الطيور تقدر تشوفها وتتعرف عليها. الحاجه الحديثه بقى اللي اتفقنا عليها مع شركه الكهرباء، وده حاجه برضو يعني صدفه وحاجه عظيمه جدا مصر هتعملها والعالم ان شاء الله هيشيد بيها، ان احنا هننقل خطوط نقل الكهرباء من مسارات الطيور لما في المناطق اللي ما فيهاش هجره طيور. يعني هم الشركه هتتحمل التكلفه وهتعدي خطوط نقل الكهرباء الى مناطق بعيده عن مسارات هجره الطيور. فدول البرامج الرئيسيه لحمايه الطيور في محطات طاقه الرياح وخطوط نقل الكهرباء. طيب دكتور اسامه معلش اخيرا عذرا لضيق الوقت، بس كنت عايز اسال حضرتك، هل في اي رعايه بيطريه بتتقدم للطيور المهاجره من مصر؟ انا بشكر حضرتك على السؤال ده، بصراحه يعني ده شغل شاغل، لان كان في طيور بتتعرض للاصابات، وفي طيور بتتعرض للاعياء الشديد والاجهاد.